حاب أعطيكم بعض النصائح تساعدكم بنشر المحتوى تبعكم على المنصات الاجتماعية. زي ما أنتم عارفين، هاي منصات أمريكية وإلها سياساتها الخاصة، وهي ضد المحتوى تبعنا وضد القضية تبعتنا، فرح نحكي عنهم واحدة واحدة. أول إشي مهم إنه ما نحدث تطبيق الإنستغرام، فندخل على الإعدادات، بعدين ندخل على التطبيق، متجر التطبيق، بعدين نوقف التحديثات الأوتوماتيكية أو التلقائية. تاني إشي نروح على إعدادات تطبيق الإنستغرام، بعدين نروح على المحتوى المقترح suggested content، وبعدين نرفع من المحتوى الحساس للمزيد اللي هو more، إنه بنسمح إنه إذا كان المحتوى حساس بيعتبروا المحتوى تبعنا حساس إنه ينتشر بشكل أكثر ونشوفه بشكل أكبر. نحاول ما ننشر أي محتوى مخالف لسياسة المنصة، ما يكون في أي دماء، ما يكون في أي شهداء، ما يكون في أي أسلحة. نتجنب استخدام كلمات تمت إضافتها لقاموس خطاب الكراهية والعنف، زي مثلا حاء ميم ألف سين وغيره زي ما أنتم عارفين. خلينا نحاول ننشر عن القضية تبعتنا بلغة أخرى غير العربية عشان نوصل لجمهور أكبر، اللي بيعرف بالإنجليزي، بالإسباني، بالألماني، بأي لغة أخرى ينشر المحتوى تبعه بلغات أخرى إن شاء الله. نتأكد من مصدر المعلومة قبل ما ننشرها. ما ننشر أي صور ولا فيديوهات تظهر أوجه ولا أماكن المقاومين. مهم إنه نضلنا نستمر بالنشر، الاستمرار مهم لأنه برفع من همة المظلومين، وكمان بيقتنعوا الناس. فأنا شايف إنه في بعض المشاهير الأجانب في البداية كانوا مع العدو وهلأ بدوا يغيروا في موقفهم، فالاستمرار مهم جدا في هاي المرحلة. قاطع المنتجات اللي بتساند العدو، مهم جدا نأثر على الاقتصاد تبعهم. قوم بإلغاء المتابعة لأي حسابات كبرى مساندة للعدو. تحدث مع أقربائك وعائلتك والأطفال عن مجريات الحدث، إيش عم بصير، حاول تفهمهم شو اللي عم بصير. أي حساب بينشر محتوى مساند للقضية الفلسطينية ساعده بالتفاعل عليه، سوي له إعجاب، سوي له إعادة نشر. التفاعل على الحساب الفلسطيني بيساعده بالانتشار بشكل أكبر. وبنفس الوقت إذا بشوف أي حسابات بتنشر محتوى مضلل، قم بالتبليغ عنها وبعدين اعملها حجب أو بلوك. لا تستخف بالدعاء، الدعاء الصغير ممكن يكون له أثر كبير على الموقف هلأ. وآخر شيء، أعطي نفسك استراحة، ما تقضي كل الوقت تطلع على الأخبار، حافظ على صحتك النفسية. شكرا والسلام عليكم.